التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام من هنا من ميدان التحدي لسباقات الهدنة العربية الأصيلة. نتواصل مع انطلاقات أشواط سن الحقائق من مسافة 2 كيلومترات. أعلنت قبل لحظات انطلاقة الشوط 11 وهو خاص للإبكار الحقائق من مسافة 2 كيلومترات أشواط السرعة. هنا مع سن الصغار سن الحقائق نبدأ مباشرة متابعينا الكرام إلى أول المراكز وتابع المركز الأول. المركز الأول مثايل لحجاب بن حمد بن محمد المري على المركز الأول، بينما متابع ثاني المراكز هنا الوصول من بنت الباز لعلي بن حمد بن سالم بن عبد الله يحتل المركز الثاني. نقلتنا مباشرة إلى ثالث المراكز، هنا الوصول والانطلاقة في هذه اللحظات. رمسة لسالب بن غافل بن شملان الجحافي من يسيطر على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس نقلتنا مباشرة إلى خامس المراكز، هنا الوصول والانطلاقة من اليمامة. سالب بن عزام بن خاتم النعيمي من غير وانتقل إلى ثالث المراكز. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود إلى الصدارة مع من غير وانتقل إلى أول المراكز. هنا القيادة من رمسة لسالب بن غافل بن شملان الجحافي على الصدارة مع انطلاقة رمسة وانطلاقتها مميزة في هذا الشوط المركز الثاني. وتابع هنا الشعارات الخطيرة وصلت اليمامة، اليمامة حلقت وطارت مثل اليمامة. سالم بن عنزاب بن خاتم النعيمي مع المركز الثاني المركز الثالث. وتابع من الجانب الآخر هنا الوصول والانطلاقة في هذه اللحظات من شواهين إشهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي ما غير وانتقل إلى أول المراكز. إذا متابعينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود مع التغيير اللي طرأ وجرى على مقدمة الشوط. وتابع هنا شواهين غيرت على الصدارة، شواهين من انطلقت مع هذا المركز. هنا شاب بن حمد بن سعيد الوهيبي على المركز الأول، ولكن من الجانب الآخر هنا الانطلاقة. يا سلام يا سلام، وتابع هنا الوصول والانطلاق اللي حامل الرقم 65 هنا القادم في هذه اللحظات. زاخر لمحمد بن حليس بن سعيد العفاري من غير على الصدارة، من انطلق مع المركز الأول. يا سلام، ولكن شواهين تعلن الخطورة والانطلاق في ثاني مراكز مع انطلاقة شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، ولكن الله شعار بن حليس على الصدارة مع زاخر محمد بن حليس بن سعيد العفاري على الصدارة على المركز الأول مع القيادة والريادة. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك زاخر محمد بن حليس بن سعيد العفاري على فوز زاخر بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من شواهين الشهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي. المركز الثالث كان الوصول من شرف لمحمد بن سالم بن محمد العامري. المركز الرابع كان الوصول من غاية محمد بن سلمان بن صالح بن حمد المغير العتيبي. المركز الخامس الناوية لمبارك بن خميس بن مترك الهاجري. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك زاخر محمد بن حليس بن سعيد العفاري على فوز زاخر بالمركز الأول وتحقيق ناموس هذا الشوط. والتهاني إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة على فوز زاخر بالمركز الأول. وهذا ملخص الشوط الماضي كما تتابعون أعزائي المشاهدين عبر قناة الريان الناقلة لكم أحداث وانطلاقات أشواط هذا اليوم. هنا زاخر مع الأمتار الأخيرة، شعار بن حليس من غير مع الصدارة، وكان التحدي ما بين شواهين وزاخر، ولكن زاخر هي بطلة هذا الشوط مع محمد بن حليس بن سعيد العفاري. والتوقيت الزمني 3:07:69 جزء من الثاني. تهانينا والناموس المركز الثاني كان مع شواهين شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، والتوقيت الزمني 3:08:07 من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث كان الوصول من شرف لمحمد بن سالم بن محمد العامري، والتوقيت الزمني 3:08:55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.